السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم والحلقة 70 من مسلسل لعبة حب. في الحلقة دي مايا بتفاجئ مالك وبتقول له أنا اللي بعت الإيميل وفضحت سما، وطبعا مالك أول ما بيسمع كده بيتفاجئ وبيقول لها أنت ليه عملتي كده؟ عملت لك إيه عشان تأذيها؟ فبتقول له دي حاجة خاصة وما ينفعش أقولها. فمالك بيتعصب جدا وبيزعق لها وبيطلب منها إن هي تخرج بره، فبتقول له أنا اللي قلت لك والمفروض تسامحني، لكن مالك بيكون متعصب بطريقة صعبة وبيقول لها قلت لك اطلعي بره، فبتمشي ومالك بيكون قاعد ومصدوم ومش مصدق اللي حصل، وبعدين بيكلم سما وما بتسمعش التليفون، وبعدها مالك بيكون في المكتب ونينا بتوصل عنده، فبيرحب بيها وبيقول لها الحمد لله على السلامه، فبتقول له احنا ليه في الشركه مش في البيت، فبيقول لها نتكلم في الشغل، وبيطلب منها ان هي تشتغل معاه لان هو الفتره دي مضغوط ومش مرتاح، فبتقول له انت بتكون كده على طول لما بتقع، هغير السؤال وبتساله انت وسما عاملين ايه، فبيقول لها ان هو وسما سابوا بعض، فبتقول له بدات افهم ولا يهمك، بكره بتتصالحوا اكيد لان في بينكم جاذبيه، فمالك بيقول لها مش غيرانه، فبتقول له معنديش وقت اضيعه وانت عارف بحس ايه ناحيتك، لكن ما بحبش اجري ورا حد، فبيقول لها انا عارف انت ايه وعايزك تشتغلي معانا في الشركه، وبيعرفها كمان ان سيرين مشيت، فبتقول له ايه اللي هيخليني اكون هنا واسيب شغلي هناك، فبيقول لها كل الامكانيات هتكون عندك، فبتقول له مثلا، فبيقول لها نينا، فبتقول له ان هي بتهزر ولو ما كانتش قبلت العرض ما كانتش هتركب وتيجي، وبيقول لها كمان ان كل اللي في الشركه رفقتها وان الشركه بتكبر دلوقتي وعارفك بتحب التحدي، فبتقول له برافو بتقدر تقنعني، فبيقول لها ان هو هيكون محظوظ لو وافقت تكون هنا، فبتقول له كنت بفكر ارجع ودي حجه ليا علشان اكون بينكم، فبيقول لها اتفقنا يعني، فبتقول له ايوه، وبعدين بتقول له ايه مش هنحتفل، فمالك بيقول لها ابتدينا، وبتقول له ان هي بتهزر، وبعدها سيرين بتكون في الشركه وفرحانه جدا بشركتها الخاصه، وعبده بيجي فبتطلب منه ان هو يديها ايديه وبتقول له همسكها هنا، فبيقول لها بس في ناس في الشركه، فبتقول له صح بس مش هخبي علاقتي بيك تاني، انت حبيبي وانت اكتر واحد شجعني والنجاح اللي انا فيه ده انت السبب فيه وعايزه الكل يعرف، وبتمسك ايده وبتمشي قدام الموظفين، وبعدين مالك بيوصل على الشركه وبيسال ريما على التصليحات وعايزها تقول لهم يشتغلوا بعد الدوام لان طول اليوم عندهم اجتماعات ومش عايزين دوشه، وبعدين سما بتوصل على الشركه وسيرين بترحب بيها وبتقول لها ايه رايك في الشركه، فبتقول لها حلوه جدا، وبعدين بتاخدها عشان تشوف المكتب بتاعها وبتقول لها لو عوزتي اي حاجه تقولي على طول من غير كسوف، فسما بتقول لها بوعدك ان انا هكون موظفه كويسه، لكن سيرين بتقول لها المطلوب اكتر من كده، عايزه جوده عاليه وتكوني فنانه مبدعه لان السوق بيهمني، فسما بتقول هكون وهناكل السوق، وبعدها نانسي بتكون عند مالك في المكتب وبتتكلم معاه عن المواعيد وبيسمع صوت الاصلاحات فبيتضايق وبيقوم بنفسه عشان ينزل لهم، ونانسي بتقول اكيد هيحصل مشكله، وبعدين سما بتدور على التليفون وبتطلعه وبتلاقي مالك متصل بيها، فبتقول يمكن يكون كلمني بالغلط، وبتتصل بيه ومالك بيكون سايب التليفون في المكتب، وسيرين بتقول لسما ان هي هتخرج وساعه وهترجع ولما ارجع نتكلم في التفاصيل، وبعدين مالك بيشوف دانيال وهو نازل ودانيال بيهزر معاه ومالك بيقول له ابعد عني بدل ما انفجر فيك، وبيفتكر سما وبعدين بيدخل على الشركه اللي فيها الاصلاحات، وبتكون الشركه بتاعت سيرين تحتهم وهو ما يعرفش، وبيسال على المدير فالسكرتيره بتقول له مش موجود، لكن المصممه الجديده موجوده، فبيدخل على المكتب وبيتفاجئ ان هي سما، والاتنين بيفضلوا يبصوا لبعض وبيقول لها بتعملي ايه هنا؟ فبتقول له ان هي بتشتغل مصممه في الشركه بتاعت سيرين، فمالك بيبتسم فبتقول له ايه؟ فبيقول لها الاول كنت في المطعم واليوم هنا كمصممه، فبتقول له مش عاجبك، فبيقول لها وكمان تحت اليفا بدور واحد، فبتقول له الموضوع صدفه نعمل ايه نصيب، حضرتك اتصلت بيا وكلمتك وما ردتش، فمالك بيقول لها مش مهم انسي، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وبيطمن عليها، فبتقول له ان هي بقت كويسه، فبيقول لها مش ظابطه نفضل كده، فبتقول له بلاش نتقابل بس شغلي فرض عليا ان انا اكون موجوده جنبكم، فبيقول لها يعني بتفضلي ان انت ما تشوفينيش صح، فبتقول له ايوه يعني انت كمان مبسوط بشوفتي، يا ريتنا ما كنا وصلنا لكده وحلينا المشكله، وبتقول له كمان ان كل شيء راح وثابته وراها، فمالك بيقول لها صح وكل شيء بقى بالماضي وكده احسن، وبعدين بيسلم عليها وبيمشي وبيكون شكلها متضايقه، وبعدين مالك بيرجع على المكتب ورامي بيدخل عنده وبيتكلم معاه وبيقول له ان هو لقى حل للمصاري بتاعت المحلات، وان في شركه انجليزيه جايه على البلد وهتعمل مسابقه وهتختار شركه واحده وساعتها الربح هيكون الضعف، وفي نفس الوقت سيرين بتكون مع سما وبتتكلم معاها في نفس الموضوع وان هم لو قدروا يكسبوا هتكون نقله كبيره جدا ليهم، وبيفضل رامي يتكلم مع مالك وسيرين تتكلم مع سما في نفس الموضوع بتاع المسابقه وبيكون الاثنين عايزين يفوزوا بيها، وبعدين مالك بيعرف رامي ان الشركه اللي تحتهم بتاعت سيرين وكمان سما بتشتغل معاها مصممه، ورامي بيتفاجئ وبيقول للمالك ايه الاخبار دي على الصبح، وبيجي يمشي فمالك بيقول له مايا، فبيرجع وبيقول له مالها، فمالك بيقول له بعدين مش مهم دلوقتي بس في حاجات لازم تعرفها، فرامي بيقول له ان في حاجات هو كمان لازم يعرفها، وبيقول له انا ومايا على علاقه، فمالك بيقول له عارف، ورامي بيقول له ما حسيتش بيك وعموما احنا كده مرتاحين مع بعض، ومالك بيقول له بيكون كده في الاول، وبعدين بيطلب من مالك
مالك ان مايا تشتغل مكان سيرين، فمالك بيقول له نينا رجعت وان هي هتستلم الشغل مكان سيرين، فرامي بيقول له بتتكلم جد؟ فمالك بيقول له اليوم هنبدأ وممكن تكون جد دلوقتي، فرامي بيقول ايه الاخبار دي على الصبح. وفي مشهد تاني سلطان بيقول لفريده ان هو هيخرج، فبتطلب منه ان هو يقعد معاها لان هي قاعده لوحدها، لكن سلطان بيقول لها ان هو مش فاضي وعنده شغل، فبتقول له ان هي عايزه تغير حاجات في البيت، فبيقول لها حرام وان ده اسمه تبذير، فبتقول له خلاص عايزه اغير حاجه تانيه، فبيقول لها حاجه ايه؟ فبتقول له سيتي، فبيقول لها حرام تقطعي لقمتها، فبتقول له لقمه ايه دي بتاخد قروش. وطبعا سلطان بيكون متضايق من اللي هي بتعمله، بيقول لها اعملي اللي انت عايزاه، وبيسيبها وبيمشي. وبعدها سيرين بتكلم دانيال، فبيقول لها ان هو مدير وان هي مش لاقيه شغل، فبتقول له ان هي كمان مديره، وبتعرفه ان هي فتحت شركه، وبتطلب منه ان هم يتقابلوا، فدانيال بيوافق وبيقفل معاها وبيقول ان هي اكيد بقت غنيه. وبعدها رامي بيروح الشركه بتاعت سيرين وبيبارك لها وبيقول لها ليه ما قلتليش، فبتقول له ان هي كانت زعلانه منه، فبيقول لها ودلوقتي؟ فبتقول له خلاص سامحتك، فبيفرح. وسيرين بتقول له محدش يزعل منك لان انت طيب، وبيقول لها المكان حلو جدا وفرحت لك بتستاهلي، فبتقول له ان هي فتحت تحتهم وكمان زيهم، فبيقول لها مش حلو منك بس شرف لينا ان احنا نكون منافسين ليكي والافضل هيكسب، فبتقول له كلنا هنكسب. وبالمناسبه كمان سما بتشتغل معايا، فبيقول لها ان هو عارف. وبعدين عبده بيجي، فرامي بيقول لها مش معقول كده، كنت خدتي اليفا كلها عندك، فبتعرفه ان عبده بيكون حبيبها. وطبعا رامي لما بيسمع كده بيتفاجئ وبيقول مش معقول اخبار اليوم، الله يتم لكم على خير، مبروك شغل وعشق وكله تمام. فسيرين بتقول للرامي وانت كمان اعشق وحب عقبال عندك. وبعدها الموظفين في الشركه بتاعت مالك بيكونوا واقفين وعمالين يتكلموا عن الشركه بتاعت سيرين ومش مصدقين اللي حصل وان كمان سما بتشتغل هناك. وبعدين نينا بتوصل وبيتفاجئوا ان هي رجعت، وبعدين بتروح على المكتب بتاع مالك وبعدين بتقول له هنعمل ايه دلوقتي، فمالك بيطلب منها ان هي تدبر نفسها بالمكتب بتاع سيرين وبيعرفها ان في مسابقه وهيكونوا مضغوطين في الشغل، فبتقول له مسابقه ايه؟ انا لسه واصله خلينا ارتاح. فمالك بيقول لها قلتلك ان احنا هيكون عندنا ضغط شغل، فبتقول له مش هيكون عليا لوحدي وانت كمان هتتعب في الرسم، واضح عليك وجع الفراق ومستنيه اشوف هترسم ايه. فمالك بيقول لها هرسم، وبعدين بتقول له ان هي هتروح لسلطان وبتسيبه وبتخرج، وبتقابل سلطان وبيرحب بيها وبتروح معاه عشان يشربوا القهوه. وبعدها جبران بيكون مع سيرين وبيتكلموا على موضوع المسابقه، وبتقول له ان هي بتحب التنافس جدا، فبيقول لها بس مش هتنافسيني صح؟ فبتقول له بفضل ان انت تكون جنبي، فبيقول لها وانا كمان شايف كده، وان هو انسحب من المسابقه وهيسيبها لها هديه، وان هو كمان هيدعمها على طول طول ما مصلحتهم مشتركه، فبتقول له يبقى احنا كده كويسين، فبيقول لها على ما يبدو. وسما بتشوف جبران وهو بيسلم على سيرين، وبعدين بيروح ناحيه المكتب بتاعها وبتتوتر جدا، وبتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول لها ان هو جاي يسلم بنيه صافيه عليهم، لكن طبعا بتكون متضايقه من وجوده ومش عارفه ان هو شريك في الشركه، فبيقول لها مش عارف ليه متعصبه واحنا اتفقنا قبل كده، فبتقول له اتفقنا الشيء الوحيد اللي ندمان عليه في حياتي. وبعدين بيقول لها انا اول واحد اكتشفتك، وبعدين سيرين جابتك على هنا، فبتقول له يظهر ان انت بتعرفها كويس، فبيقول لها ان هو بيعرفها كويس ومع الوقت هي كمان هتعرفه اكتر. وفي مشهد تاني دانيال وسيرين بيتقابلوا، وبتقول له ان هم لازم يحلوا المشاكل اللي بينهم لانها اصلا مشاكل تافهه، وبعدين بيزعقوا مع بعض. وسيرين بتقول له ان هي الاولى في مجالها وهو كمان الاول في مجاله وما ينفعش يكون بينهم خلاف، فبيقول لها قولي عايزه ايه، فبتقول له هتكلم وانت بتاكل. وبعدها عبده بيروح الشركه بتاعت سيرين وبيقابل جبران، فبيبص له وبيقول له ان هو اسمه عبده، فبيقول له انا، فعبده بيقول له معروف طبعا جبران، وبيساله على سما فبيقول له ان هي مشيت. وعبده بيقول لجبران يا ترى هي تعرف ان انت شريك هنا؟ فجبران بيقول له من الاحسن ان هي ما تعرفش لان الشركه هنا مناسبه ليها جدا، ولو عرفت هتسيب الشركه وتمشي الا لو انت حابب تقطع رزقها من هنا، وعلى العموم ده اختيارك انت. فعبده بيقول له الاختيار صعب بس لو حد غلط مع سما مش هسكت. وبعدها سما بتطلع وبتجيب حاجة تشربها وبتقول اعمل ايه دلوقتي، جبران بيجي هنا ومالك كمان فوقنا، ومالك بيجي عندها وبيشرب هو كمان، فبتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول لها انا اللي بعمل ايه، انت اللي بتعملي ايه هنا؟ فبتقول له طلعت اشم هوا، واكيد انت كمان بتعمل كده لان احنا بنتشارك الهوا. وبيسالها اتعودتي على الشغل؟ فبتقول له هنتكلم دلوقتي عن الشغل بتاعي. وبعدين بيتكلموا عن المسابقه، وسما بتتحدى مالك ان هي هتكسب، فمالك بيقول لها اهم حاجه تجهزي نفسك للخساره، فبتقول له بظن ان انت بتستخف بيا وباللي هقدمه، فبيقول لها انت ناسيه مالك بيكون مين؟ فبتقول له بنتواجه يا استاذ مالك، فمالك بيقول لها بنتواجه. وسيرين ودانيال بيكونوا لسه قاعدين مع بعض وبيتكلموا، وسيرين بتطلب من دانيال ان هو يشتغل معاها، فدانيال بيتفاجئ وبعدين بيقول لها ان هو عنده شويه طلبات عشان يوافق، فبتقول له قول الطلبات بتاعتك، فبيبدا دانيال يقول لها كل طلباته، فبتوافق عليها وبيتفقوا ان هم يشتغلوا مع بعض. وبعدها نينا وسلطان بيكونوا في المكتب بتاعها، وبتقول له ان المكتب
المكتب بتاعها حلو وممكن تنام فيه. فسلطان بيقول لها ان مالك جابها هنا عشان تشتغل، فبتقول له بس مش كله شغل احيانا، وبيفضلوا يتكلموا عنها هي ومالك. وبعدين بيقول لها ان هو مستغرب منها لان لما مالك طلبها جت لعنده تاني يوم، فبتقول له علشان مالك احتاجني. فبيقول لها مظبوط، بس هناك كان عندك حياه مستقره وبنيتي شيء مش قليل، وانك تيجي بسرعه دي حاجه غريبه. فبتقول له لان مالك احتاجني. فبيقول لها نفس الجواب، بس كفايه ان هو يندهلك عشان تكوني هنا. فبتقول له ايوه كفايه اكيد، بس وعدني ما تقولوش اي حاجه. فبيقول لها طيب مش هقول له، بس هو. فبتقطعه وبتقول له قلبه عند سما. ودي كانت سريعا احداث الحلقه 70 من مسلسل لعبه حب. استنونا في الحلقات الجايه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس.